حسام حسن اعلن القائمه لسموحه. طبعا حسام وابراهيم او كابتن حسام وكابتن ابراهيم بيعانوا جدا وعندهم مشاكل كبيره جدا في سموحه. اوحش ريكورد ليهم هما الاثنين كبدايه تدريب او تولي مسؤوليه فريق، خسروا 3 ماتشات. الزمالك هو الماتش الرابع، ماتش صعب جدا مع المتصدر اللي بيعتبر واحد من اقوى الفرق دلوقتي حتى في افريقيا كلها، وبالتالي الامور لصالح الزمالك بكل تاكيد. لكن في الكواليس كلام بيتقال بانه في حاله خساره سموحه اللقاء ده قد يتم اقاله حسام وابراهيم، وارد كل شيء. لكن المشكله طبعا الاكبر في سموحه هي الخناقه اللي ما بين كابتن حسام حسن وباسم مرسي. الاعلام اخذ الخناقه دي بثلاث سيناريوهات. خلينا نقول لكم على السيناريو الاقرب للواقع عشان برضو في قصص كتيره جدا من كل المصادر قالت القصه باشكال مختلفه، فانا هقول لكم الاقرب للواقع. السيناريو الاول اللي اتقال انه كابتن حسام وهو بيدي المحاضره قال للعيبة احنا عايزين نوصل للناس انه الزمالك مش فرقة جامدة، الزمالك فرقة فاضية، الزمالك مش عارف ايه. فباسم مرسي اتعصب وقال له لا ما تتكلمش عن الزمالك كده، والزمالك انا محسوب عليه وهو محسوب عليا، وانا ما ينفعش ان اسمع الزمالك بحد بيغلط فيه كده، وافضل ساكت. دي رواية. الرواية التانية بانه باسم مرسي وصل لكابتن حسام بعض الاقاويل والحكايات على بعض من لعيبي سموحة، فحسام حسن قرر يواجه الطرفين ببعض. اللعيبة اللي باسم قال عليهم حاجات بباسم في التمرين وسط الناس كلها، وقف باسم وقف اللعيبة وقال لهم باسم قال كذا وكذا وكذا، فهم كذبوه كلهم وقالوا ان هم مش عايزينه معاهم في الفرقة تاني وان هم يعني مش مبسوطين بوجوده وحاجات كده. دي الرواية التانية. الرواية التالتة انه بعد لقاء وادي دجلة اللي فات والخسارة قدام وادي دجلة، اللي الطبيعي انه برضو في الظروف بأسامي اللعيبة بالسكواد بالجهاز الفني بالحاجات دي كلها، انه سموحة هيكون اقرب لو في حالتهم يعني. لكن حصلت المفاجأة ودجلة فاز 3-2 على سموحة. فبعد الماتش كابتن حسام يعني بهدل اللعيبة، شتايم وحاجات وهجوم وزعيق وتخبيط والحاجات دي كلها. فبيقال بانه باسم مرسي من اللعيبه اللي اعترضت جدا على انه لا انا ما تشتمش، انا ما تشتمش وما حدش يكلمني بالطريقه دي وانا لعيب كبير. وانا قلت لكم على الثلاث روايات، وجهه نظري انا الروايه الثالثه هي المنطقيه اكتر. روايه انه كابتن حسام بعد الماتش اتعصب على اللعيبه فباسم يعني رد او حاجه فقرر ان هو يستبعده من لقاء الزمالك. قيل بانه هيستبعده لحد اخر الموسم، وبعد كده نفى رئيس النادي بانه باسم هيتم استبعاده لاخر الموسم، وبعدين طلع امبارح بالليل قال انه هو استبعاد فني ودي وجهه نظر كابتن حسام حسن وحاجات كده. لكن الروايه المنطقيه اكتر هو الروايه دي، مش روايه انه الزمالك اتهاجم في جمله مفيده يعني من حسام حسن فباسم دافع، ولا روايه انه باسم فتن لحسام حسن على لعيبه سموحه شويه حاجات كده فكذبوه وقالوا مش عايزينه. الروايه المنطقيه اكتر انه رد على زعيق وشتيمه وحاجات فقال له طب انت مش هتلعب معانا الفتره اللي جايه.